السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كامل تهامي، مصمم 3D وترينر. في هذا الكورس سوف نتحدث عن الراينو، والراينو هو أحد أشهر برامج 3D أو الرسم ثلاثي الأبعاد. ما يميز الراينو أنه يعمل بنظام النيربز، والنيربز هو اختصار لـ Non Uniform Rational Basis Spline. الراينو مخصص او مصنف كبرنامج كاد زيه زي الاوتوكاد زيه زي السودوركس، ولكن زي ما احنا قلنا ان ميزته ان هو بيعمل بنظام النيربز. مهما كان التصميم معقد يمكن اخراج النتائج، وممكن الاعتماد عليه في التصميمات المعقده زي تصميمات الجيولري. يعني باختصار هو انت تسرح بخيالك زي ما انت عايز، ولكن الراينو سيقوم بإظهار النتائج والحصول على التصميم دائما موجود في 2D درونج. الراينو برنامج 2D و3D في نفس الوقت. ما يميز الراينو انه بيتم اخراج ملفات كأوبجكت و .stl فايل، ودي تستخدم مباشرة في المانيفاكتشرنج او CNC. الراينو يستخدم في 3D برينتنج، في طباعة ثلاثي الأبعاد، يستخدم في تصميم المنتجات، يستخدم في الاركتكتشر فيجواليزيشن، يستخدم في الرسم المعماري، ايضا يستخدم في تصميم المجوهرات، وايضا يستخدم في الاوتوموتيف ديزاين. في هذه الدورة سوف نشرح الاساسيات واهم الادوات التي تمكننا من رسم اي تصميم او اي شكل معقد. في الدرس القادم باذن الله سوف ندخل على موقع الراينو 3D، وسوف نقوم بشرح كيفية تحميل